أنا مهاجر بلجيكا، هذه مدة 60 سنة. بالنسبة للمعاونة لغزة، المغاربة ديالنا الحمد لله مجتهدين في هذه المناسبات، وكنديروا اللي قدرنا عليه، وربي سهل عليهم ووصل لهم هذه الأمور إلى المكان. والحمد لله المغاربة ديال بلجيكا كاملين مجتهدين وكيتعاونوا كاملين اليد في اليد من هذه المناسبة العظيمة. السلام عليكم. جينا اليوم باش نعاونوا شوية أطفال غزة الفلسطينيين، جبنا شوية دل الحليب، شوية دل بومبيرس، دل الحاجات باش نعاونوهم في سبيل الله، بأن اللي وقعت تماك كيأثر علينا بزاف، وهذا من أقل الإيمان. وحنا يا شوينا جبنا شويش المساعدة أهل غزة مساكن، الله يساعدهم مساكن ويعدل لهم شي طريق الخير، وان شاء الله يا ربي الله يزول عليهم هذا الحصار، وان شاء الله يا ربي ويرحم الشهداء ديالهم ويرحم الشهداء. حنايا المغاربه دائما القلب ديالنا معاهم، حنا من برجيكا والقلب ديالنا معاهم، وان شاء الله هما كنشوفهم في التلفزيون كيتقطع قلبنا عليهم، ولكن ما بيدنا حيله اللي هاد الحاجه اللي كنعملوا، هاد الحاجه صغيره من 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 اضعف الايمان. هنا في بروكسل في العاصمه بلجيكا، كما تشوفوا لو سونتر دو دون على الغزة، على الشعب فلسطين. صافي دابا 2 semaines que nous sommes ici occupés à récolter les dons pour le شعب فلسطين pour Gaza. On a récolté pour l'instant 600 palettes, c'est-à-dire 600 à 700 tonnes. On va ouvrir jusque dimanche prochain. Il y a toute la Belgique qui est venue apporter des dons. Qu'en est-il les gens de la Hollande, Luxembourg, qu'en est aussi la France. On a fait la Belgique, qu'en est-il les gens de la Flamania, les villes wallonnes. C'est un véritable succès. Au débat de coucher les dons, les comme Tchofo, on va les ramener à la défense, donc à l'armée belge. On espère avoir déjà 4 avions très prochainement, Inch'Allah, le 7 ou le 8 mai. Les dons, ils iront donc début et mi-mai à Gaza, et ils seront acheminés sur place avec des camions des ONG, peut-être avec le croissant égyptien. جينا باش نعاون الناس ديال غزة، الناس ديال فلسطين. ديما كنشوف في الفازة الناس ديال غزة ميتين بزاف، حنا عندنا الفرصة باش نديرو شي حاجة في بلجيكا، ربي جبنا فرصة كبيرة باش ندير حاجة مزيانة، باش نجيب لهم الحليب والبومبيرس وبزاف حاجة إيجينيك باش نعطيهم الناس ديال غزة. إن شاء الله كلشي الأمانة اللي كنا هنايا إن شاء الله غيمشي لغزة. كاين بزاف لي زاسوسياسيون جينا هنايا، حنا جبنا هاد لاصال تاع لا فيل دو بروكسل، جبنا بلجيكا إن شاء الله هاد السيمانة نورمالمون ديجا واحد أفيون إن شاء الله غياخر 400 باليت. حنا ديجا درنا 800 ولا 900 باليطه، كتشوف بعينيكم دابا الناس اللي جبنا هاد الفرصه باش نديروا الخير. كاين يا بزاف لي زاسوسياسيون هنايا في بروكسل باش يتعاونوا باش يديروا الخير، واحد الخير باش هادي كامل غتمشي في غزه في فلسطين. السلام عليكم، معكم اخ رضوان دو بروكسل. دونك حنا جينا لهنا بوغ هاد المناسبه ديال الغزه باش نتعاونوا ان شاء الله ونسردوا هاد الصداقات اللي جابوا لنا الناس والاخوان والاخوات في سبيل الله. يعني هاد ريميرسي لا كومون دو بروكسل ديجا بوغ هاد لانترفونسيون، هاد الاكسيون اللي عملت، و توت لي اسوسياسيون كي سون فينو بارتيسيبي هاد لو بروجي ان شاء الله. وانتم كتشوفوا تبارك الله الخير موجود. حنايا اخت المغرب والبلجيكا، وجينا هنايا باش نعاونوا الفلسطينيين، هما خوتنا، باش كاين واحد المهضرات غادي يصيفطوا في المغرب في الفلسطين ان شاء الله. او فوالا نسلموا حنا كاع من فلسطين، وني توز دي فريغ سور. حنايا فرحانين كي نديروا هاد المهضرات. حنايا الحمد لله المغرب بلجيكا كلشي جاو هنايا، توت لا كوميونيتي ماروكين الى
حتى il y a pas seulement les marocains, il y a des turcs, il y a les congolais, il y a les pakistanais, il y a de tout, machallah. On est tous une communauté, machallah. حنا فرحانين بزاف بزاف que voilà que ça se concrétise, que alhamdoulillah il y a des dons, les dons arrivent, tout le monde se mobilise. Gars, les maghrébins et les belgiques sont mobilisés pour le peuple palestinien et voilà.